عما إضراب بمدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية احتجاجا على التوسع الاستيطاني الذي تقوم به إسرائيل، بعدما أعلنت مؤخرا عزمها بناء حي استيطاني جديد في قلب المدينة. ودعت حركة فتح إلى الإضراب تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف المدينة وبلدتها القديمة، مؤكدا في بيانه أن استهداف الخليل واستباحة الحرم الإبراهيمي الشريف يأتي لمخطط التهويد ومحاولة تغيير الحقائق التاريخية على الأرض.